عادة صباحية جميلة رح تحسس الخلايا للأنسولين وبتخفض السكر التراكمي. هالعادة رح نتعلمها سوا ورح نمارسها كل يوم وشوفوا كيف صحتكم رح تصير. Let's go! كتار منكم بيعانوا من السكر التراكمي وعندهم مشاكل بالكوليسترول السلبي. هالعادة بسيطة، منحط القهوة، حطيت القهوة وراح ضف لها ربع ملعقة صغيرة من حبة البركة المطحونة. منطحن تقريبا ملعقة كبيرة كل 3-4 أيام حتى تبقى المواد المفيدة موجودة ولا تتبخر ولا تتأكسد. وباخذ ربع ملعقة صغيرة، لاحظوا قد ايه، بحطها لفنجان القهوة. هذه الملعقة الصغيرة، ربع الملعقة الصغيرة، رح تخفض السكر التراكمي بهدوء وتخلي الخلايا تتحسس للأنسولين. مقاومة الأنسولين رح نزيلها. رح ضيف المي وجهز قهوتي. وهلا جهزت فنجان القهوة، كتير حلو اني اخده خلال هالربع ساعة بضوء الشمس. لما نحن بنتعرض لضوء الشمس وناخد فيتامين دال، تكون المنطقة اللي عم نعرضها للشمس ما فيها كريم، وشنا ما عليه كريمات حتى ناخد نحن الشمس كلها. بنتعرض بساعات الصباح الباكرة وما يكون في عنا شمس قوية، ربع ساعة للبشرة البيضاء وثلث ساعة لنصف ساعة للبشرة السمراء. ورح ناخد حاجتنا من فيتامين دال. لكثير من الأشخاص بيقولوا لي نحن فيتامين دال عنا نقص فيه، كيف منعوضه بالطبيعة؟ هيا عم ناخده نحن، لكن الشروط لازم يكون الشباك مفتوح، يعني ما يكون من خلف الزجاج حتى لا يتم فلترة الأشعة، وناخد أشعة الشمس على جسمنا بشكل مباشر. خلونا نكسب شوية سمار. إذا حبيتوا هالمعلومات أصدقائي بتمنى أنكم تخبروني، وتخبروني بكل المعلومات اللي بتحبوا نشرحها بطريقة بسيطة حتى نحسن من حالتنا الجسدية. يسعد صباحكم وانطروني بالفيديو القادم.